رحلوا مجبرين عن بلادهم، ظنوا في البلدان الجديدة أن أمورهم قد تستقر ريثما يحين موعد العودة، لكن غياب القوانين التي تحميهم حولتهم إلى ضحايا جدد، دول ترفع شعار الترحيل كلما اشتعلت ساحتها السياسية. بالفعل، وفي ظل هذه المحنة يلتفت السوريون يمينا ويسارا علهم يجدون مؤسسة حقوقية تقف إلى جانبهم. تكرار حوادث ترحيل السوريين في الأونة الأخيرة وغياب قوانين كفيلة بحمايتهم دفعت بعضهم مؤخرا للدعوة إلى تأسيس منظمة حقوقية سورية تكون مرجعا لهم يستندون إليها كلما تعرضوا إلى مشاكل قانونية، كما تكون سفيرا لهم للمنظمات الحقوقية والدولية بعد أن عجز السياسيون عن فعل أي شيء للأسف. نعم، عن مدى إمكانية تحقيق جسم حقوقي أو اتحاد للحقوقيين السوريين يوفر حماية قانونية للاجئين السوريين في الخارج، وما هي معوقات ذلك، وكيف يمكن نقل مشكلات وقضايا اللاجئين السوريين للمنظمات الحقوقية الدولية بشكل أكثر فعالية، وغيرها من الأسئلة رح تكون موضوع حلقتنا لليوم بعد هذا التقرير. مقيدون أمام إحدى بوابات بلادهم التي رحلوا عنها، لكنهم هذه المرة لا يعودون طواعية كما يشتهون، بل بسبب إجراءات الترحيل الأخيرة التي فرضتها تركيا على معظمهم. في مشهد آخر لا يقل آلما، نعثر على شباب سوريين وهم يساقون عبر عربات الأمن اللبنانية إلى مكان مجهول، فليس لهم أهل قادرون على معرفة مصيرهم أو مؤسسة سياسية أو قانونية تلهث وراءهم. حوادث عديدة مشابهة عاشها السوريون في الآونة الأخيرة، فأينما حلوا كانت تحوم حولهم غربان العنصرية وغياب القوانين الكفيلة بحمايتهم. لم يخطئ من وصفها بثورة اليتامى، فالأجسام السياسية التي قيل إنها تمثلهم لم تكن قادرة على حمل همومهم ومشاكلهم اليومية لصناع القرار والمؤسسات الدولية. خلال الأيام الماضية، وبينما كان يرحل عدد من السوريين نحو مناطق في الداخل تتعرض للقصف اليومي، اكتفى الائتلاف السوري بعقد ورشة عمل حول حقوق اللاجئين. بعض المنظمات الحقوقية القانونية السورية والدولية لم تتوانى في السنوات الأخيرة عن نقل مظالم السوريين وقصصهم وآلامهم، لكن تزايد المشاكل القانونية للاجئين دفع ببعض الجهات مؤخراً إلى المطالبة بوجود هيئات قانونية سورية تتيح لهم معرفة أفضل بحقوقهم وبطرق الدفاع عن قضاياهم ومشاكلهم بدل الانتظار دون فعل أي شيء. عدد من القانونيين السوريين استطاعوا في الفترة الماضية المساهمة في رفع دعاوى قضائية في البلدان الأوروبية ضد مجرمي الحرب داخل سوريا. يستبشر البعض أن تكون هذه الجهود بمثابة بداية لتجمع حقوقي سوري في الخارج يكون مرجعا وممثلا لهم في قضاياهم داخل بلدان اللجوء وأمام المؤسسات الحقوقية الدولية. فكيف السبيل إلى ذلك؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا عبر السكايب الأستاذ أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وفي الاستديو فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير لكم ضيوفنا. قبل ما نبلش حوارنا بدي أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. تدهور الأوضاع القانونية للاجئين السوريين، هل بات من الضرورة تأسيس تجمع للقانونيين السوريين للدفاع عنهم؟ ترجعون بالتصويت والتعليق خلال فقرتنا لليوم. بذكركم أيضا نحن موجودين ببث مباشر على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. بدي بلش معك أستاذ أنور، مساء الخير عن جديد. اليوم المشاكل عم تزداد حول اللاجئين، وغالبية هاي المشاكل عم تكون قانونية. هل يمكن بظل هيك ظروف تأسيس جسم قانوني سوري يقدم المساعدة للاجئين السوريين؟ تحياتي أولا لك والمستمعين الكرام وضيفك صديقي فضل. هناك إمكانية طبعا، لكن ماذا يمكن أن تضيف هذه المؤسسة الجديدة أو ماذا يمكنها أن تفعل حقيقة؟ وضع اللاجئين هو حتما وضع قانوني ويستند إلى القوانين الدولية، وحتما هي مشكلة قانونية تعترض اللاجئين، وإن كانت تستثمر سياسيا من قبل الدول المستضيفة إن كانت لبنان أو تركيا أو غيرها، كلهم
يستثمرون في قضية اللاجئين، إن كان عبر ابتزاز المادي للأمم المتحدة أو للدول المانحة، أو إن كان عبر الابتزاز السياسي للضغط على دول أوروبا أو للمواحكات أو المناوشات بين الدول الجوار أو الدول الإقليمية. ماذا يمكن أن تضيف؟ هيئة حقوقية يمكن أن تضيف، حتما يمكن أن تضيف، لكن هذا يتطلب عدة أمور. أولاً يتطلب الجسم القانوني، يتطلب التمويل وهو أساسي حتى تقوم أي مؤسسة بمهامها، تحتاج إلى جهة داعمة أو جهة ممولة، بالإضافة تحتاج إلى مساحة علاقات مع محامين في دول اللجوء. كما نعرف أنه احترام اللاجئ، واللاجئ كما معرف قانونا هو أي إنسان يهرب من بلده بسبب الوضع الأمني أو السياسي له، هو يعتبر لاجئ حتى أن منح هذه الحماية من قبل الدولة المستضيفة أو لم تمنح له، فهو توصيفه القانوني لاجئ. وبالتالي حماية هذا الشخص تأتي من التزام بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف، وبالتالي يتوجب على الدولة المستضيفة التزامات محددة بتأمين مأوى له، بتأمين دعم له، بتأمين حتى وسائق تعطى له ليستمر في الحياة. نعم. عدم التزام الدول بهذه القوانين، هنا تقع المشكلة، أو هنا مشكلتنا مع العمل الحقوقي في موضوع اللاجئين. كيف يمكن أن تقاضى أو تلزم الدولة بالتزامها بالقوانين الدولية؟ هذه المسألة المشكلة تقع هنا. لا يمكن إجبار دولة بالجبر أن تلتزم بالقوانين الدولية طالما أن قوانينها ومحاكمها موجودة، فيمكن اللجوء إلى قوانينها ومحاكمها الداخلية لإلزام الدولة بتطبيق هذه القوانين التي التزمت فيها أو عدم مخالفتها. ومن هنا تأتي مشكلة اللاجئين والتعامل معهم، هي مشكلة يمكن توصيفها بأن مشكلة تقع على أشخاص، وبالتالي الأشخاص المتضررين هم من يتوجب أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الدولة التي تستقبلهم، إن كان هناك في قضاء، طبعا قضاء مستقل أو محاكم على الأقل موجودة يمكن استخدامها من أجل ذلك. هنا يأتي دور الجسم القانوني السوري أن يكون يؤمن تسهيلات أو علاقات مع محامين أو المنظمات الحقوقية في هذه الدول التي يمكنها فعلا أن تقيم الدعاوى وأن تمثل المواطنين أمام القضاء لتأمين تمثيل هذه القضايا أمام القضاء أو إقامة الدعاوى أو الاعتراض على قرارات الترحيل. يمكن لجسم قانوني أو لمؤسسة قانونية سورية أن تؤمن هذه التواصل، لكن كما قلت يمكن إجراء ذلك، ولكن تأتي العقبة الأساسية وهي عقبة كل المنظمات السورية أو العاملة في المجال الحقوقي أو الإنساني، وهي وجود مشكلة تمويل. تماما. إذن تحتاج إلى تمويل وإلى اعتراف دولي. رح أنتقل عندك أستاذ فضل، هل كان هناك محاولات سابقة عن تأسيس جسم حقوقي أو قانوني يحمي اللاجئين السوريين؟ بالحقيقة كان عمل المنظمات الحقوقية السورية بالنسبة مثلا لنا بالشبكة السورية لحقوق الإنسان هو منصب بشكل أساسي على الداخل السوري، لأنه يعني كان هو أقصى الانتهاكات وقعت على الداخل مقارنة بما يحصل مع اللاجئين بالخارج. نعم، باستثناء لبنان يمكن. لا، حتى لبنان، يعني لبنان نحن بنحكي عن لبنان بعد 2014، لكن لبنان هو من أفضل الدول في العالم في استقبال اللاجئين ل 2013. لبنان كان فاتح الحدود، لبنان استقبل أعداد كبيرة من اللاجئين، ما بدنا ننسى هذيك الفترة. إجت الفترة اللي بعدها وإجت وأيضا دخول اللاجئين الفترة يعني بشكل كبير، صار ثلث السكان وشكل ضغط، بس ما بدنا ننسى أيضا أنه في مؤسسات لبنانية وفي كتير لبنانيين هن رحبوا باللاجئين. وهي الفترة فقط الأخيرة، فترة العنصرية والخطاب العنصري تبع جبران باسيل، بس حتى عمليات الإعادة القسرية من لبنان هي ما أنا كتير في عملية تهويل ومبالغات، وهذا التهويل هو بضر اللاجئين اللي هن بلبنان، يعني وقت نحن عم بضر الأسر هي المستقرة، ما صار عمليات ترحيل ضخمة على الإطلاق، لأنه هذا قانون عرفي. على توثيق الانتهاكات التي مورست في لبنان، حتى ذكرت من شوي أنها ليست حالات كبيرة. نعم نحن، لكن هذه الحالات الفردية حتى لو كانت فردية يجب توثيقها. يعني
نحن مثل ما كنت عم بذكر بس تقاطعنا بموضوع لبنان وقت قال باستثناء لبنان، فلبنان مر بمرحلتين، بس نحن ركزنا على العمل بداخل سوريا. لكن وقت صارت حالات كتير كبيرة، مثلا عملية الاستعباد الجنسي اللي صارت ضد اللاجئات السوريات، فهون عملنا تقرير واسع وتحدثنا بتقارير أخرى عن لبنان وعن الأردن. بعدين مقارنة مع تركيا بهي الفترة الأخيرة كان اللاجئ بتركيا وضعه أفضل من ناحية العمل والحصول على الميزات الأخرى، الرعاية الصحية وما إلى ذلك. فركزنا العمل على دائما اللي بيكون المتضرر أكثر. تحدثنا عن لبنان وتحدثنا عن الأردن، كان الوضع أصعب من الوضع بتركيا. لكن اللاجئ هو بالحقيقة محمي بعدد كبير من القوانين، وفي شغلتين هلا مثلا هون بتركيا، وهلا نحن عم نحكي ضمن هاي الحملة الأخيرة، في شغل تركيا هي ما لا هي مصادقة على اتفاقية اللاجئين تبع 51 وبروتوكول 67 الملحق فيها، لكن هي حطت قيد على الاتفاقية انه قالت انا بس بقبل اللاجئين الجايين من اوروبا. شو وضع السوريين هون؟ بيستخدموا كلمة الضيوف، وبنسمع مهاجرين وأنصار، هاي تعبيرات عاطفية. التعبير القانوني السوري هون هو يحمل صفة لاجئ، لأنه فر من اضطهاد. كل شخص بفر من اضطهاد على خلفية نزاع، بغض النظر من الجهة اللي هي رحلته، النظام أو داعش أو المعارضة PYD، أي جهة هو بيحمل هاي الصفة، وبالتالي في قوانين بتحميه ولو الدولة ما عطته هاي الصفة. شو هي القوانين اللي بتحمي؟ أهمها العهدين الدوليين تبع 67، حقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحمي اتفاقية الطفل. يعني من حق اللاجئ، شو حقوق اللاجئ بتركيا ولو هو ما أخذ صفة اللجوء؟ إذا أخذ صفة اللجوء مثل ما بيصير بأوروبا، بتصير اتفاقية حقوق اللاجئ هي بتحمي، يعني اتفاقية إضافية. هون بيجي دور المؤسسات الحقوقية السورية أو هذا الجسم اللي بده يتأسس، فينه يروح على المحكمة العليا هون ويروح على المحاكم بتركيا، وفي قضاء يعني مستقل عن السلطة السياسية إلى حد كبير، وإنه هو يحكي بهاي الأمور. في شغلتين، أول شيء في قانون عرفي، هذا في مبادئ بالقانون العرفي، إعادة قسري ما في حتى لو خالف، حتى صحيح. لو ما معه شيء. نحن استطردنا كثير بموضوع تركيا، يمكن صرنا يومين فاتحين هذا الموضوع، رح نرجع تركيا او غير تركيا او لبنان او الاردن او اوروبا، كان فيها السوري. نعم، نحن رح نرجع اكيد نفصل بهذا الموضوع. بننتقل بس للاستاذ انور بذات السياق اللي بلشت فيه حضرتك، ذكرت انه التمويل والاعتراف الدولي هو كثير مهم. طيب شو في معوقات تحول او حاله، خلينا نقول دون تاسيس جسم قانوني او اتحاد للمنظمات القانونيه في الخارج للان لليوم بعد 8 سنوات من الثوره السوريه؟ يعني مثل ما حكى فضل، كان تركيز المنظمات السورية كلها مبني على الوضع داخل سوريا، على وضع الناس، على وضع التدمير، على وضع القتل، الاعتقال، التعذيب، الخطف، التدمير المنهجي. كان يعني وضع اللجوء مسألة مبدئيا بحالة استقرار نسبي يعني. الآن بلبنان منذ سنة أو أكثر من سنة سنتين بدأ يتصاعد التجيش العنصري ضد السوريين أو ضد الوجود السوري وضد السوريين بالذات، وبدأت بعد 2018 يعني وقت الحديث عن إعادة اللاجئين واللجنة الدستورية، وبدأت ترويج البروباغندا الروسية تشتغل على وضع إعادة اللاجئين غيره تماما، بدأت تستفز أو تستنفر القوى هي العنصرية لحتى تقدر تساهم بهالحملة، وبدأت حملة بلبنان طبعا، ومثل ما حكى فضل بالأردن كمان صار في انتهاكات كبرى، مخيم الزعتري بحالة يرسى لها، مخيم الركبان وغيره، بدأت المسألة تأخذ. والآن منذ أشهر في تركيا بدأت المسألة تأخذ فعلا، هي ارتكاب يعني كان ممكن تسمى قبل انتهاكات، الآن بدأت هناك جرائم ترتكب بحق السوريين. وأيضا في اليونان أكيد ما ننسى كمان اللي عم بيصير مع السوريين في اليونان، ما عم يصير عليهم الضوء تماما. يعني هو بعد 2017 تسكرت الحدود، 17 تسكرت حدود أوروبا، وبدأ يتجمعوا باليونان، وكامبات سيئة بشكل كبير. هلأ بغض النظر قديش أنه أمان نسبي، لكن حياة شبه منعدمة تماما. نعم، كل ذلك تطور، أصبح اللاجئين صفى هناك مشكلة إضافية يعني أمام المنظمات السورية، هي مشكلة اللاجئين.
تفاقمت فعلا، هي تفاقمت واخيرا مؤخرا تفاقمت كبير، يعني كان اكثر شيء اعتمد ان تركيا اللي عندها اكبر عدد 3 ملايين او 4 ملايين سوري انه يكونوا على الاقل الكتل الجسم الاساسي واللي باوروبا مستقرين نوعا ما. الان بدا المساله حتى باوروبا، هناك تجيش عنصري، وهناك بعض الدول الدنمارك والهنغاريا بدات كمان حملات تجيش ضد السوريين وارتفاع خطاب العنصري كمان هناك، وبالتالي اصبحت هناك مشكله حقيقيه الان يتوجب التصدي لها، حتما يتوجب التصدي أكيد لها. اكيد اكيد. طيب استاذ، يتوجب انه يصير في شيء على ارض الواقع جدا. اتمنى هالمساله الملحه صارت مو بس ملحه لانه في حياه ناس عم تتهدد وتعم اكيد نتمنى ينباتوا على سوريا لعند داعش او لعند النصره او لعند بي واي دي، كله صار في حياه ناس عم تتهدد. أكيد. طيب أستاذ أنور، كثير من اللاجئين السوريين اليوم لا يعرفون حقوقهم التي ضمنتها لهم الأمم المتحدة، يعني يمكن حتى البعض منهم غير قادر على المطالبة بحقوقه، ألا يمكن أن يضمن وجود إطار حقوقي سوري حول هؤلاء اللاجئين، حماية حقوقية لهم ولو بالقليل؟ يعني هي المفروض أن المفوضية العليا للاجئين هي الإطار القانوني اللي مفروض يحمي حقوق اللاجئين، هذا الإطار القانوني موجود وإطار أممي ومعترف فيه، هو المفروض حتى يعني بالنسبة للدول حتى لو لم يسجل اللاجئ بهذه الدولة، الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين تعتبره لاجئ وتقدم له دعم وين ما كان، حتى النازح اللي داخل سوريا تعتبر أنه هي مسؤول، تعتبر قانونيا مسؤولة عنه تقديم احتياجاته والدفاع عن حقوقه. لكن للأسف مفوضية اللاجئين هي ما عم تقوم بمهامها بالشكل المطلوب، أو بالأحرى ما عم غالبا في بعض الأحيان الموظفين المحليين بهذه المنظمات ورأيهم الشخصي أو موقفهم السياسي عم يلعب دور كثير كبير. ولاحظنا أنه بلبنان هناك موظفين في هيئات الأمم المتحدة لهم دور سلبي جدا، حتى بعض الأحيان مواقف عنصرية ضد اللاجئين السوريين، وبالتالي هي عم تلعب دور سلبي وعم تضعف دور مفوضية اللاجئين هي اللي منوطة أساسا ودورها هي الدفاع عن هؤلاء اللاجئين وتسوية أوضاعهم والضغط لتسوية أوضاعهم. الآن يمكن تشكيل ضغط إضافي نعم، لكن كما قلت ما يمكن أن تقوم به المنظمة الجديدة بهذا الأمر، كما السوريين منظمات سورية يعني الشبكة السورية ولا نحن ولا الأمنستي حتى ولا Human Rights Watch دورهم عم يكون بفضح الانتهاكات وإصدار البيانات للضغط على صناع القرار، يعني ليس هناك أدوات حقيقية بين أيدينا للضغط على هذه الدول إلا أن نضغط سياسيا وإعلاميا. بموضوع اللاجئين كما قلت هناك فرصة للضغط القانوني باللجوء إلى المحاكم واستصدار قرارات. أنا بس بدي شارك بعض التعليقات اللي إجت من السوريين حول سؤال حلقتنا لليوم. كتير في إحباط يمكن عند الناس أو خذلان خلينا نقول. أبو يزن عم بيقول شرف المحاولة لا يضر في شيء بتشكيل لجنة من القانونيين الشرفاء، التحدث بلسان الجالية السورية والدفاع عنها في كل المحافل داخليا وخارجيا. أيضا عزام عم بيقول في 1000 مؤسسة وكلهم شغلتهم فاضية إلى ما هنالك، يعني من التعليقات. أيضا عم بيقول يزن أساسا لما بيكون في مين عم بيسن القوانين الإنسانية ما في داعي للجان والتجمعات. في ناس عم تقول لصوص، يعني كتير من التعليقات آراء، يعني ناس عم تشاركنا اليوم بحلقتنا. تعليقك أستاذ فضل. أنا بشوف أنه يعني التنسيق بين المؤسسات السورية العاملة بالمجال القانوني والحقوقي هو أمر موجود، لكن أنه توحيدها وعمل منصة هذا أمر آخر. لكن المؤسسات يعني مثلا بين مؤسستنا ومؤسسة صديقي العزيز أستاذ أنور والأصدقاء الآخرين أستاذ مازن وغيره، هذا التنسيق موجود ونحن على تواصل، وقت بيصير كمان صحيح ولكن مواضيع معينة بتلاقي في عمل مشترك، في رسائل مشتركة وفي بيانات مشتركة، وأحيانا بيتم التشبيك بيناتكم وأحيانا بيكون في تقارير مشتركة. صحيح، ولكن في مشكلة أنه الناس ما عم تعرف أنه نحن يعني صرنا قسمين بالضبط، يعني تقريبا نصف الشعب السوري هو إما لاجئ أو نازح، يعني بعداد اللاجئين نصف الشعب السوري تقريبا، يعني رقم ما له قليل. ما معقول انه يكون في جسم او كيان يهتم بامورهم، يعني مثل ما ذكر الاستاذ انه حتى بالمخيمات في ناس بدها تلجا لحدا بس تحكي مشاكلها، مثل ما ذكرنا ايضا باليونان او حتى اللي كانوا بالجزائر قبل فتره كمان. صحيح، بس انا اذا بدي اقول كل مشكله اللاجئين هلا مثلا قديش اللي رجعوا او قديش اللي صار عليهم انتهاكات مقارنه مع الداخل السوري، هن
يعني صحيح أنه صاروا أكثر، بس قديش عم يتعرضوا وقديش حجم الانتهاكات هو قليل كثير. اللي رجعوا من لبنان هن بالعشرات، واللي رجعوا هلأ من هون هن بالمئات، بينما في إدلب مثلا عم يتشرد عشرات الآلاف، وقتل والقصف والنزوح المتكرر والحصار دائما. فأنت بتسلط الضوء على الأكثر استضعافا حتى تحميه، وعمليات تعذيب المستمرة داخل السجون. ما عم نقول إنه ما نشتغل هون، رح نشتغل، بس دائما في أولويات. ليش؟ لأنه مثلا نحن المؤسسة، الباحثين محدودين، الإمكانيات المادية محدودة، فنحن لازم نسلط الموارد على الشيء الأصعب. هلا مثلا الحملة على إدلب من 26 نيسان لهلا مستمرة، امبارح في مجزرة بمعرة نعمان، فنحن وين هلا مركزين تقارير المؤسسة؟ أغلبها على هاي المنطقة، أدلب وما حولها. حكينا مشافي، يعني حكينا دفاع مدني، حكينا نزوح، هلأ عم نحكي أنواع أسلحة فهون. لكن اللاجئين نحن لازم يتم معالجة هذا الموضوع. أتصار أمر طارئ مثلا هلأ بهي، هلأ إحنا محضرين تقرير عن لبنان عن الهجمة الأخيرة وعن حالات الترحيل القسري، وعم نحكي إنه كيف حتى الأمن بيسلم لحزب الله، ورح نبعث التقرير لألكون ونرجع. هاي حالات ترحيل اللي عم يتعرض إلها اللاجئين السوريين حتى يمكن يكون إلها صدى دولي أكثر. طبعا هذا كثير مهم، يعني القانون والتوثيق هو ما بيمنع أو بيوقف الحالات الدولة نفسها، بس مثلا بجوز الدولة هي حاطة بذهنها ترجع 10,000، بصير في توثيق وبصير في حكي إعلامي وبصير في مثل مناصرة، مثل ما صار بتركيا يمكن بترجع 2000 وبصير في حكي مع دول وبصير بتعطي ضجة. فهذا العمل التوثيقي هو أمر مهم، لأنه كمان في مبالغات، يعني بتلاقي مثلا هاي الأرقام الشلف إنه رجعوا 5,000 مثل ما حكيتي بلبنان ما في هاي الحالات. فالتوثيق هو حتى دائما نمنع نمنع كمان اللي شلف على صفحات التواصل. هذا ونحن يمكن كثير كنت معنا بكثير من الحلقات تناولنا هذا الموضوع ودور الشبكه السوريه لحقوق الانسان بموضوع التوثيق، بس بدي ب 30 ثانيه اخذ راي الاستاذ انور بذات هذا السياق. ذكر الاستاذ عن الحالات اللي فعلا يجب تسليط الضوء عليها، ولكن في حالات معتمه حتى كاميرات ما بيقدروا يدخلوا، يعني مثلا مثل ما ذكر بإدلب ممكن ناشطين عم بيقدروا يصوروا عم يقدروا يبعثوا، ولكن مثلا مثل باليونان او بكثير مناطق الناس ما قدرت توصل صوته أو تقول اللي عم بيصير معها. هو فعلا يعني حجم الانتهاكات اللي صارت ضد الشعب السوري وين ما كان وبكل الاتجاهات ومن كل الدول حقيقة، وليس فقط من جهات محددة. المواطن السوري هو الطرف الأضعف في العالم الآن، وأصبح موضع انتهاك من أي أحد يواجهه. للأسف رصد ومحاولة حماية هذا المواطن السوري أينما كان هي مؤسسة شبه مستحيلة بالنسبة لكل السوريين أو للمنظمات الحقوقية السورية وحتى لأي أحد، لأن حجم الانتهاكات لا يمكن تصورها من بكل أنواع الانتهاكات، يعني وآخرها الانتهاكات بحق اللاجئين الذين كان السوريين يعتقدون أن من أصبح خارج سوريا أصبح في أمان نوعا ما. للأسف كذلك أنه موضوع اللاجئين لم يأخذ كثير اهتمام سابقا، على أساس أننا جميعا نستطيع أن نتحمل كل ما نتعرض له لأننا سنعود إلى سوريا قريبا وسننسى كل هذه الآلام أو كل هذه المصاعب أو كل هذه الدول، سننسى ما حصل فيها لأننا سنعود إلى وطننا. للأسف استمرار الوقت طول الوقت يجعل أنه مسألة التركيز على الوضع الآني للاجئ مسألة ملحة وضرورية، وأكيد يمكن بذل المزيد من الجهود والاهتمام لموضوع اللاجئين ومحاولة فعل شيء ما. نعم، خلنا نشوف بعض تعليقات العالم حول هذا الموضوع. مارك عم بيقول قلناها من زمان يجب رفع قضايا دولية حتى لو لم تجد آذان صاغية، نريد محاميين دوليين لمراقبة ما يحدث للسوريين في تركيا، نحن لا نثق بالمحاكم المحلية. في عنا تعليق آخر من أسير الشو عم يقول يا ريت والله بنتمنى، يعني لأنه حرام، بعدين يعني مع هي الشغلة لأمتى هيك رح نضل عايشين، وبدنا حل كرمال مشكلة الترحيل اللي بتركيا وبالأخص في إسطنبول. توف توف عم يقول بانتظار أن تنبثق من هذا الشعب فئة قانونية تخاف الله وتعمل بوازع مع ضميرها، لا هدف لها إلا مساندة الفقير المشرد لوجه الله. طبعا الأمر أشبه بالمستحيل، نحن لم تجمعنا الأزمة لنصبح يدا واحدة، ولا يوجد في هذا المد البشري ما يكفي من العقلاء والمثقفين الذين يستطيعون جذب العامة وتوحيد رأيهم. تعليق آخر من أتش بي آي، صار لازم تأسيس دولة للسوريين بدل التجمع.
عم يحكي شغلات، فمن قلة الهواء لأنه السوريين يستنشقوا هواء كتير ما بيضل هواء بالكرة الأرضية. نعم، بدي أنا أختم معك أستاذ أنور من هذا المنبر وبمناسبة الكلام اللي حكيناه اليوم، هل تدعو الناس فعلا ليصير في تشكيل خلينا نقول جسم قانوني أو مظلة قانونية للاجئين تحكي بحقوقهم؟ يعني اكيد للحقوقيين طبعا اكيد ممكن تشكل باي دوله، باي دوله وخاصه باي دوله وليس جسم عام، يعني لانه لن يستطيع ان يقوم ان يتوزع على دول اللجوء كلها. يستطيع ان تقوم بكل دوله بتركيا ان تكون مجموعه قانونيين لديها تواصل مع قانونيين اتراك او منظمات حقوقيه تركيه يمكنها ان تقوم بترني قضايا اللاجئين المهددين واقامه دعاوى بتركيا. بلبنان طبعا لا توجد دوله ولا يوجد قضاء اساسا، حزب الله واضع يده على الدوله وعلى قضائها وعلى مؤسساتها، وبالتالي معركتنا معركه اللاجئين هناك معركه سياسيه لتوثيق الانتهاكات اللي عم تصير بحق اللاجئين وفضحها ومحاوله الضغط على الراي العام وعلى صناع القرار السياسي في الدول الاوروبيه والغرب تحديدا للضغط على شبه الدوله اللبنانيه ان تلتزم عمل مهم جدا، بالاضافه للتعاون مع وهناك كثير من المحامين اللبنانيين الذين يقومون فعلا بعمل رائع وجبار. يعطيهم العافية أكيد أستاذ أنور. داهمنا الوقت أستاذ أنور، نحن لأنه وقتنا يكاد ينتهي بدي أذكر بس بنسبة التصويت على سؤال حلقتنا اليوم، تدهور الأوضاع القانونية للاجئين السوريين، هل بات من الضرورة تأسيس تجمع للقانونيين السوريين للدفاع عنهم؟ 92% من المصوتين قالوا نعم و8 فقط قالوا لا، واضح أنه الناس فعلا بحاجة تشكيل مثل هكيان. في النهاية بنشكر ضيوفنا أنور البني مدير المركز السوري للدراسات والاستشارات القانونية، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. شكرا لكم، رح نروح لفاصل قصير وبعده منتابع.